درسنا النهارده التناسب والسلسله. بيقال ان الكميات الف وب وجيم في تناسب متسلسل لو كان الف على ب بيساوي ب على جيم. هنلاحظ كده ان مقام الاول بيساوي بسط الثاني، الف على ب بيساوي ب على جيم. هيسمى الف الاول متناسب، جيم الثالث المتناسب، طب ب هنسميه الوسط المتناسب. طب تعالوا نفكر كده مع بعض، لو ألف على ب بيساوي ب على ج وضربت طرفين في وسطين هلاقي عندي ب تربيع بيساوي ألف في ج. طب لو أنا عايز أجيب قيمة ب هيبقى ب بتساوي موجب أو سالب، لأن أنا هاخد الجذر التربيع للطرفين، جذر ألف في ج. يبقى معنى كده إن الوسط المتناسب ما بين الكميتين ألف وجيم هيبقى موجب أو سالب جذر حاصل ضرب الكميتين ألف جيم. طب لو أنا عايز ألف هيبقى ب تربيع على جيم، ولو عايز جيم هتبقى ب تربيع على ألف. مثال: أوجد الوسط المتناسب بين 3 و27. يبقى الب ممكن تكون موجب أو سالب جذر 3 في 27، يعني موجب أو سالب 9. طب أنا عايز التالت المتناسب للكميات س تربيع وسالب 3 س تربيع. طالما أنا عايز التالت اللي أنا برمز له ج، هيبقى ج بيساوي سالب 3 س تربيع لكل أس 2 على الحد الأول اللي هو س تربيع، فهيبقى عندي 9 س أس 4 على س تربيع، فيطلع الناتج 9 س تربيع. تعميم القانون بتاع التناسب المسلسل: لو انا عندي ا وب وج ود في تناسب متسلسل، يبقى ا على ب بيساوي ب على ج بيساوي ج على د وهكذا. فلو عندي ا وب وج في تناسب متسلسل وفرضنا ان ا على ب بيساوي ب على ج بيساوي م، وده ثابت لا يساوي صفر، يبقى الب ج في م. طب الالف مفروض ان هي تبقى ج في م تربيع. لو ا وب وج ود في تناسب متسلسل وفرضنا ان الالف على ب بيساوي ب على ج بيساوي ج على د بيساوي م، يبقى الجيم د في م، طب الب د في م تربيع، طب الالف د في م تكعيب. مثال: لو ب وسط متناسب بين ا وج، او يكتب في المساله لو ألف وبه وجيم في تناسب متسلسل، عايز يثبت إن الطرف الأيمن ألف تربيع زائد به تربيع على به تربيع زائد جيم تربيع بيساوي الطرف الأيسر ألف على جيم. فأنا همسك الطرف الأيمن الأول وبعد كده الأيسر وأحاول أثبتهم إن هما بيساووا بعض. طب نبدأ الحل كده. أنا عندي ألف على به بيساوي به على جيم، وحفرض إنه بيساوي ميم، يبقى البه جيم في ميم والألف جيم في ميم تربيع. هنعوض،